يعني مجال ليس مجال الحضارة فقط مش أقول أنه هذا هو بداية حلم كلمتكم المطوية هذا بداية حلم لأنه مجموعة من الشباب آمنت بسحر الميكروفون والمزدح وحبت الإذاعة وحبت كل ما في الإذاعة وكانت إذاعة داخلية باسم دار شباب تو البث مباشرة على مستوى النت بتوع الصوفية والمستمعين على مستوى النت اسمه فيكم كيف في البرنامج الأمسية هذه هناك العديد من الفقرات حاولوا باش تكونوا موجودين إلى نهاية هذه الأمسية قلت أنه بداية حلم إذاعة داخلية بدأت في دار شباب وتطورت إلى إذاعة على النت في انتظار الحلم أنه يكبر شوية وتصبح إذاعة على موجة الإف إم لما لا وأكيد حضوركم هو أكبر دعم لهذه الإذاعة شكرا على حضوركم شكرا على كل نظرات اللي جاية منكم فيها الكثير من الدعم وفيها كثير من التجاوب رياضي عايش منشط إذاعي ومؤطر مكون لهذه المجموعة هذه في راديو فوريفر نحيي موقع الصحفيين التونسيين في صفاقس الحقيقة هو حلم لمجموعة من الشباب التقينا بهم صدفة كانت إذاعة داخلية في دار شباب جرمدة وتطور الحلم ولا إذاعة على النت بطبيعة منذ أكتوبر تقريبا قمنا بكاستينج وشاركوا فيه تقريبا 80 شاب أغلبهم من الجامعة والطلبة واخترنا منهم مجموعة من المنشطين من المنتجين من التقنيين ومن وقتها بدينا مرحلة التكوين والتأطير تقريبا يحضروا في 4 حصص أسبوعيا وفكروا باش يتطوروا في مستوى التقديم والإنتاج كان فما استوديو متواضع موجود هناك في دار شباب ولكن توا بحكم أنهم أغلبهم طلبة في الملتي ميديا حاولوا أنهم يأسسوا ويكونوا استوديو محترف تقريبا في كل التقنيات الموجودة تقريبا كان شفتوا وعملتوا جولة بالصورة والصوت يعني استوديو ظاهر ما هو موجود في بعض الإذاعات المحترفة حلمهم قاعد يكبر وأنا نأثر فيهم واللي يعجبني فيهم أنهم يسمعوا الكلام وأنهم يحبوا يوصلوا وأنهم فيهم طاقات يعني طاقات متاع علم متاع ذكاء متاع موهبة متاع اجتهاد وده يخليهم ربما يحلموا في يوم من الأيام تصبح الإذاعة إذاعة راديو فوريفر على أمواج نافعة من الشباب جاوب تسليقة حلوة منكم قبل ما رانيا بوسطة أيمن المديو رياض بن شديد عمر المصبوطي مروة المصبوطي أماني حاج إبراهيم ريم بن عمر عبد القادر ماضي وسيم جدار وسيم مبانش مهدي هدي بلغ فاطمة عزتين حسين زناطوش يقول خلايا فيه مرهوجين فيه مشكين فيه مسكين فيه تقنيين توا كل واحد
يمشي هيك ما تشير احلو عليهم. دار الشباب بقربنا باشا ناس باشا مرة أول مرة يجيوا طمع ناس أول مرة تسمع بالراديو دونك راديو فريبر إذا على الإنترنت مجموعة من الشباب تحب توصل صوتها تحب تتكلم تحب تحكي راديو المعارج باسمي باسم كامل فريق راديو فريبر نحب نقدم لكم تحية لكل حضور اللي برمور تشجيع منكم هنا الحضور هذا وإن شاء الله تاخذوا انطباع جيد على راديو فريبر. اش تحب تقول الموقع الصحفي تونس بالساقس في افتتاح البث؟ مرحبا بكم مرحبا بكم في الافتتاح بتاع الراديو بتاعنا. احنا نشوفكم قبل ديما نقراو لي زارتيكل نتاعكم على الانترنت وان شاء الله نيلو عجبكم ان شاء الله تتبعونا تولوا من المستمعين نتاعنا. احنا تجربه شبابيه خفيفه ومنصه ان شاء الله نيلو عجبكم. وان شاء الله